السلام عليكم طلاب وطالبات، إن شاء الله الجميع يكونون بخير وصحة وعافية. معكم التدريسية وأسماء كاظم وجواد في محاضرة جديدة من محاضرات الانتربرايز أركيتكتشر، وهي تكملة الانتربرايز أركيتكتشر تول. نبدي بسم الله الرحمن الرحيم. Decision Tree Diagrams. Decision trees are an effective way of graphically representing a number of options, provide a mechanism to investigate the possible outcomes and the benefits of choosing those options. They can also assist the analyst to form a balanced picture of the risks and benefits associated with each possible course of action. هنا نش عدي بالبيج رقم 2 اللي هي Decision Tree Diagram، مخطط شجرة القرار. تعتبر طريقة فعالة لتمثيل عدد من الخيارات بيانيا، وكذلك توفر مخطط شجرة القرار آلية للتحقيق في النتائج والفوائد المحتملة لاختيار تلك الخيارات، وكذلك تساعد المحلل في تكوين صورة متوازنة للمخاطر والفوائد المرتبطة بكل مسار عمل ممكن، مثل ما نشوف بهذا الشكل الموجود عندنا. هنا يشرح لي مثال على مخطط شجرة القرار اللي بادي بالmissing feature in implemented solution، مقسمين ثلاث أقسام وإلى آخره. إن شاء الله نجي على التولز الأخرى اللي هي الهيت ماب، بيج رقم 3. هي نوع من المخططات يمكن استخدامها لتصوير البيانات في بعدين. A heat map is a type of chart that can be used to visualize data in two dimensions. It uses the color of rectangles to indicate a dimension of the data and the relative size of the rectangles to indicate another dimension. احنا قلنا هي نوع من المخططات يمكن استخدامها لتصوير البيانات في بعدين. يستخدم لون المستطيلات للإشارة إلى بعد البيانات، والحجم النسبي للمستطيلات للإشارة إلى بعد آخر. ونلاحظ هنا حسب هذا الشكل بيحكي لي على الداتابيس تايب وأنواعها اللي إحنا عندنا. مثلاً عندي MySQL، عندي SQL Server 2005، عندي الأوراكل، عندي البوستجريس SQL وإلى آخره من أنواع قواعد البيانات. وصلنا إلى البيج رقم 4 اللي هي Organizational Chart Diagram. An organizational model is a powerful tool that is a visual representation that describe the rules, responsibilities, and the reporting structure of an organization. المخطط التنظيمي. يعد المخطط التنظيمي أو النموذج التنظيمي أداة قوية تمثل تمثيلاً مرئياً يصف الأدوار والمسؤوليات وهيكل إعداد التقارير للمؤسسة حسب الشكل الموضح أدناه. طبعا هذا الفيجر المبين، يعني مبين هنا Chief Executive Officer. احنا عندنا مثلا شركه معينه او مؤسسه معينه بها رئيس تنفيذي، ايضا يعني مثلا نقول مجلس الاداره متكون لي من Chief Finance Officer اللي هو المدير الماليه، Director of Human Resources مدير الموارد البشريه، Director of Sales اللي هي المبيعات، و Direct Chief Technical Officer اللي هو أيضا المدير الفني، كذلك Director of Marketing مدير التسويق. كذلك ينقسم هذا كل قسم أيضا تقسم إلى مجموعة أقسام. مثلا عندي بالنسبة إلى المدير المالية هنا أنا عندي أيضا تقسم إلى مجموعة أقسام اللي هي Financial Strategy, Account Management, Budget and Forecasting، وكذلك Director of Human Resources قسمت لي الى الستاف ريكرومنت، ستاف ديفلوبمنت، اوبريشنز مانجمنت، عندي الدايركتور اور سيلز المبيعات، دومستيك سيلز، الانترناشونال سيلز المبيعات الدوليه، الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت، عندي هنا ايضا التشيف اللي هو قلنا المسؤول التقني،
الانفراستراكشر مانجمنت الإدارة البنية التحتية، ريسيرش اند ديفلوبمنت كذلك الانفورميشن مانجمنت إدارة المعلومات. هاي بالنسبة إلى البيج رقم 4. بالنسبة إلى البيج رقم 5 اللي هي الرود ماب دايجرام. The road map diagram is an overlay that can be applied to any diagram and describe a significant phases in elements, how they change with the passage of time. هنا عندي المخطط خارطة الطريق، هو تراكب يمكن تطبيقه على أي مخطط، يصف المراحل المهمة في العناصر وكيف تتغير مع مرور الوقت، مثل هذا الشكل الموضح أدنى دورة حياة العناصر وكيف تتغير مع تغيرات الوقت. وهنا وصلنا إن شاء الله إلى نهاية المحاضرة السادسة. أي سؤال أو استفسار أنا إن شاء الله حاضرة، وأتمنى لكم كل التوفيق. يا ربي ومع السلامة.